أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في تغطيتنا المباشرة لتداعيات تغير سعر الدولار، حيث اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاعات جماعية لتواصل تحقيق مكاسب قوية، وأغلق مؤشر البورصة الرئيس EGX 30 مرتفعا بنسبة 1.32% عند مستوى 11663.32 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بنسبة 0.63% مغلقا الجلسة عند مستوى 1991.94 نقطة، وأغلق مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان الجديد أو أغلق عند مستوى 3009 نقطة مرتفعا بنسبة 0.42%. صعد أيضا مؤشر البورصة المصري متساوي الأوزان EGX 50 بنسبة 0.49% ليغلق الجلسة عند 2200.94 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.9 مليار جنيه مصري من خلال التداول على 549.8 مليون سهم وتنفيذ 60973 صفقة. شهدت أيضا الجلسة التداول على 196 سهم، إذ ارتفع 80 سهم مقابل انخفاض 66 سهم واستقرار 50 سهم دون أي تغيير. اختتم رأس المال السوقي للبورصة أو اختتم تعاملاته أو تعاملات الجلسة اليوم عند مستوى 774.103 مليار جنيه مصري بمكاسب 7.3 مليار جنيه مصري، واتجهت التعاملات أو تعاملات الأفراد المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 175.4 مليون جنيه مصري و 87.2 مليون جنيه مصري للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع بصافي 262.6 مليون جنيه مصري. أشارت أيضا تقارير مالية إلى أن عروض الاستحواذات على الأسهم القيادية دفعت مؤشرات البورصة المصرية نحو الصعود، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيس EGX 30 بدعم من الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بعد الإعلان عن ضخ استثمارات جديدة بالبورصة وعروض استحواذ إماراتية على أسهم قيادية. أضاف عيد أن الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيس هو 11600 نقطة، الذي يدفع المؤشر لاختراق مستوى المقاومة الرئيس 11800 نقطة، وبالاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني 12000 نقطة. أما في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسة، يتجه المؤشر الرئيس لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 11600 نقطة من مستوى الدعم الثاني عند 11400. وتابع عيد أيضا فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70، فقد شهد أيضا أداء إيجابيا بدعم الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة وأيضا المتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة وأيضا المتوسطة. أشار عيد أيضا إلى أن المؤشر السبعيني بهذا الأداء يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيس 2000 نقطة، واختراقه والاستقرار أعلى يستهدف مستوى المقاومة الثاني 2060 نقطة. أما في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيس، فقد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيس 1960 نقطة. أعلنت أيضا الحكومة حزمة من الإجراءات لدعم البورصة بعد قرار برفع أسعار الفائدة في وقت يظهر سوق المال كأحد أدوات التمويل التي قد تلجأ لها لتلبية احتياجاتها الدولارية. أعلن أيضا البنك المركزي رفع سعر الفائدة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي والمستمرة حتى اللحظة مشاهدينا، كي تكسر حاجز 18 جنيها مصريا. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، في أمان الله.